بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Dear brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is video number 54 about how to recite Quran in the proper way. And inshallah, in this video, we will review together, inshallah, Surah Al-Buruj. So let us start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود
بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. See you إن شاء الله عز وجل in the next video. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.